مع حق الجماهير. الجمهور هيسأل والكابتن طه هيجاوب. جاهز معانا يا كابتن؟ جاهز. اتفضل يا سمير. عايز اسال الكابتن طه اسماعيل سؤال، هل اعتزال اللاعب لازم يكون في سن معين؟ هل اللاعب ممكن يعتزل في سن معين؟ لا طبعا، حسب قدره اللاعب على البقاء في الملعب. في ناس ممكن تقعد جسمانيا، جايز او جسمانيا الجسم بتاعه ممكن سليم كذا، ممكن يطول شويه، واحد ممكن كذا، لكن ما فيش شك ان هو يعني في ناس بتعدي ال 30 وما زالت بتادي. نعم. وال 35 فهو ما فيش سن محدده، لكن هي بتتوقف على قدره اللاعب على الاستمرار في الملعب. اللي بعده. عايز اسال الكابتن طه اسماعيل سؤال، هل كنت موافق التعاقد مع كابتن موسيماني مع كابتن خطيب ولا لا؟ هل كنت موافق التعاقد مع الكابتن؟ طبعا لما تعرض الاسم واستشارني الكابتن محمود قلت له انا موافق 100%. اللي بعده. انا عايز اسال كابتن طه اسماعيل سؤال، ايه رايك في نظام الكوره في الوقت الحالي؟ نظام الكوره؟ في الوقت الحالي يعني هو في نوع من الارتباك طبعا لتاجيلات كثيره وتوقفات احيانا، والجدول مش ماشي بشكل منتظم، يعني فرق لعبه عدد مباريات، فرق لعبه اقل وهكذا، فيعني انا شايف ان هي السنه كانت مش منتظمه بشكل كويس. اللي بعده. كابتن طه اسماعيل، كنت عايز اسال النادي الاهلي بيمثل لك ايه؟ لا بيمثل لي حاجه كبيره جدا، يعني حياتي جزء كبير جدا من حياتي النادي الاهلي. بعيشها من منذ ان يعني لعبت في النادي الاهلي الى الان، ولله الحمد بستمتع بانتمائي للنادي الاهلي كل لحظه وكل مباراه، وكل ما تيجي سيره النادي الاهلي بحس ان انا فخور بان انا ربنا سبحانه وتعالى اداني ميزه ان انا اكون كلنا والله كابتن طه فخورين احنا طلعنا هنا نفسنا بنلعب في النادي الاهلي. نعم. اللي بعده. عايز اسال سؤال للكابتن طه اسماعيل، ما هو اعز لقب بتهتم بيه في حياتك؟ والله يعني كلها حسب، يعني في الكوره طبعا ممكن احيانا في ناس تناديني كابتن، وفي ناس كانت تنادي الشيخ طه من اول ما ابتديت وطلع الاسم ده. نعم. وفي ناس بتناديني بعد كده الدكتور طه على اعتبار انت عارف بلد شهادات يعني. طه. اللي بتعتز بيه قوي. والله طبعا الكابتن طه مش عايز كلام، يعني هي ماشيه مع الكارير بتاعي. والشيخ طه برضو ماشيه مع نفس الكارير برضو. برضو حاجه جميله. اللي بعده. ده كابتن طه، بسألك سؤال، ايه رايك في التحكيم في الظالم والمظلوم؟ والتحكيم طبعا من الحاجات اللي دايما محل انتقاد، يعني ما بترضيش اي حد اي طرف، فانما انا يعني ما اقدرش اتهم حد بالتعمد يعني في الاخطاء التحكيميه اللي بتحصل، لكن بني ادم بشر ممكن يصيب وممكن يخطئ. الفار على قد ما المفروض ان هو يضيف، لكن ايضا الفار برضه عمل بعض المشاكل اكيد. فهي ليه وعليه.